أنا لا أستطيع أن أقدس فكري وعواطفي، بمعنى أنا لم أقدر أسيطر عليها، مش عارفة أعمل إيه. طول ما أنت بتحاول وطول ما أنت بتحاولي ربنا يحسب لك دي قداسة. طول ما أنت بتحاول وأنت بتحاولي بكل قوتنا ربنا يحسب لنا دي قداسة، بس بشرط نهرب من العثرات. نهرب من العثرات يعني ما نتفرجش على حاجة يا جماعة غصب عننا. هقول لكم حاجة وتسمعوني، هقول لكم حاجة كده وجعاني شوية. أوقات بنتفرج على حاجات وحشة، صدقوني حتى المغنيات بتوع الفيديو كليب دولة بنتفرج على سندي أغاني بس بنتأثر. هقول لكم إن مفيش إنسان ما بيتأثرش. اسمعوا حاجة صغيرة بقولها دايما للشباب. عارفين يا أولاد لما أنا بروح بيت وصلي فيه صلاة تبريك بالشرية كده والبخور، أرجع البيت أول ما مراتي تقابلني تقول لي يا بابا أنت ريحتك بخور، أقول لها كان عندي صلاة تبريك، أو راجع من المدرسة تقول لي يا بابا أنت ريحتك بخور. الهدوم شربت الإيه؟ أكون في مشكلة مثلا زوجية في بيت أو عربية، حتى واحد بيوصلني وهو ما بيدخنش وأنا قاعد بس العربية معبقة ريحة سجاير من كتر السجاير، أول ما أروح ومراتي تقابلني تقول لي يا بابا أنت ريحتك إيه؟ سجاير. يعني أنا أخدت ولا ما أخدتش؟ هدومي اتأثرت ولا ما اتأثرتش؟ إحنا محدش فينا وأنا أولكم ما بيتأثرش بالوسط اللي هو فيه. أصحابك خلي بالك منهم لو بيعثروك. التلفزيون والفيديو كليب والأغاني لو بتعثرك هتأثر فيك، هتأثر فيك. بدليل يطلع مغني يضرب شعره بني، تلاقي تاني يوم الولاد عملوا بني مثلا. يعني طلع مغني عمل شعره تين شوكي من 10 سنين، الولاد راح يطلع عامله شعرها تين شوكي من 10 سنين. سوري، اتأثرنا ولا ما اتأثرناش؟ تلاقي كده النور بتاع المسيح ابتدى يبهت في الوش، والموضة والزركشة اللي بدأت. لا 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 لا، خلي بالكم، خلي بالكم ان كلنا بنتأثر. فعلشان خاطري احترسوا 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 من اي وسط انتوا بتقعدوا فيه.